أثار خبر استقالة عضو المجلس البلدي في علاي سعد وهاب حليمة جدلاً في المدينة أثر رفض الأخيرة تقييد عملها في مجال الأشغال، ما عدته محاولة لإبعادها عن الساحة بعدما لمع اسمها بين الأهالي كأول امرأة تعمل بلا تعب ولا ملل على الأرض وفي جميع أعمال الصيانة. أنا كنت على الأرض بتقولي حوالي 5 سنين بشكل يومي سبت وأحد ليل نهار مع الناس بخدمة الناس بتحقيق طلبات للناس تحت اسم بلدية علي مش تحت اسم شخصي. فجأة أنا بتبلغ بهيدي الطريقة ولا يوم تخطيت اللي هو اسمه رئيس بلدية، لأنه بالنهاية هو بده يمضي. لما بشوف في شيء غلط على الأرض أنا من شغفي ومحبتي واندفاعي كنت أنزل على الأرض، وبغض النظر إذا هو معتبر أنا تخطيت ليش ولا مرة وجه لي الانتقاد. كلام سعد وهاب أثار استياء زملائها في المجلس البلدي فعدوه بمثابة تجنن عليهم وانتقاص لجهودهم ومحاولة لسرقة الأضواء واستغلالها لأهداف انتخابية لاحقة. كل الموضوع وما فيه هالخلاف اللي حصل بينه وبين هالمطعم ما كان لازم توصله هي على الفيسبوك لهون وتشهر بالمطعم وترجع بعدين تعتذر منه لأنه طلع مش الحق على المطعم. المطعم هو كل اللي عامل جاي شركة بتشله الغراض بتشله الزبالة، فصار في قرار بين رئيس البلدية ورئيس الهيئة التنفيذية اللي إله حق يخلها زيحها على جنب شوي لأن تنحل القصة تتهز الأمور. أصلا ما عندها لجنة وهي مش بلجنة الأشغال، هي كانت بقسم النظافة وصارت شوي 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 شالت فلان وشالت فلان ما خلت تقريبا شاب لبناني معها بالشغل لأنه هودي لهم رأيه. طب هاو موظفين أنا وهي وكلنا رح نفل يوما ما، بس الموظف رح يبقى. هيدي كل عمره رئيس قسم الأشغال هو موظف، هلق رجع موظف. أنا ماني عدوة، أنا أعز صديق إلها، ما أنا بدي أحميها بكل شيء، بدي أحميها من الشرور. فما حبت تجي هي، حبت تستقيل، حبت تعمل انه انا كل عين رح توقف حدي بكره يمكن. الموضوع يا عمي الموضوع بلد وموضوع وطن مش موضوع شخص. موظف سابق في البلدية تولى المهمات التي كانت موكلة إلى سعد وهاب، فيما عودتها عن قرار الاستقالة مرحب بها لتتولى هذه المرة مهمة إدارية، فهل تتراجع أم تسير قدما نحو الانتخابات النيابية؟ رزان شرف الدين، قناة الجديد.